يقول هل دعاة الإخوان يدعون إلى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم؟ نعم يدعون إلى الديمقراطية، إلا ماذا يا إخواننا في اليمن فهم مضطربون. أي نعم يا أخوان، عبد المجيد الزنداني في مقابلة مع جريدة المستقبل تقول لما هل توافق على الديمقراطية؟ قال أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. أي نعم وعلماء اليمن. فماذا ثم رأوا هذا يستقبحه أهل السنة وقالوا الديمقراطية شوروية ويخافون منكم يا أهل السنة. أين خوف جدا؟ هذا ما تقولون نحن هكذا طلبة علم. نعم طلبة علم وحالتنا يعلمها الله، لكن الله جعل لكم هيبة في قلوبهم جدا، فهم يخافون من أهل السنة. من أجل هذا يسخرون القضية بشتار إسلامي. أي نعم منهم من ألف خارج اليمن البعث الإسلامي، ومنهم من ألف الاشتراكية الإسلامية، ومنهم ماذا يا أخواننا من ألف في أشياء هكذا. فماذا لماذا لم يكونوا صريحين مثل راشد الغنوشي لما جاء إلى اليمن فقال نحن نتمنى أن في بلدنا ديمقراطية. نعم قال في بلدنا دكتاتورية، نتمنى قال أن في بلدنا ديمقراطية. يا مسكين، تمنى أن تحكم الكتاب والسنة فهي خير من الديمقراطية. هذا صريح. ما يأتي لهذا ملف يعني مثل ما ملف عبد المجيد الزنداني يديلها غطاء يعني ماذا يخرجها للناس من أجل ماذا؟ حتى الانتخابات ترى يقولون واجبة، وترى يقولون شرعية، فرق بين الوجوب والشرعية، وترى يقولون ابتلينا بها من قبل أمريكا وإلا فهي محرمة فماذا هكذا أيضا ماذا يا أخواننا الزيارة والذهاب إلى السودان، صحف السودانيين تقول إنه من أجل وحدة الأديان بالسودان، من أجل أن لا يفرق بين المسلم السوداني والنصراني السوداني. وهذا كان يا أخوان كان ضرره عظيما، يعني عرف أعداء الإسلام أن عند السودانيين ضعف فهجموا على بعض البلدان النصارى وأخذوها. هذا أمر. وأما عبد المجيد فأتى لها بتلبيس. أي نعم وقال حوار ديني. الحوار الديني جائز يا أخواننا، لكن الذي وقع في السودان هو ماذا؟ هو الدعوة إلى وحدة الأديان بالسودان. وقد سئل سودانيون عن هذا ونشرت الصحيفة لماذا اختير السودان بالذات؟ قال أردنا مثال حوالي السودان شبهات، فأردنا أن نبين لهم أنه لا فرق عندنا بين السوداني المسلم والسوداني النصراني. والله المستعان.